انطلقت منافسات البطولة العربية للجودو ضمن المهرجان الرياضي بمدينة العلمين والمقرر لها الفترة من 24 وحتى 30 من أغسطس الجاري للفئات العمرية للبراعم والشباب والناشئين. للمزيد عن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة ينضم إلينا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود، بعد التحية، ماذا عن البطولة العربية للجودو وأهم الفعاليات الرياضية وأيضا الفنية والثقافية مهرجان العالمين؟ أرحب بكم مجددا من مدينة العلمين الجديدة. لازلنا نتابع معكم كل الفعاليات المختلفة المستمرة حتى هذه اللحظة في مهرجان العلمين الجديدة. ربما الانطلاقة القوية اليوم لبطولة الجودو هو الحدث الأبرز والفعالية الأهم اليوم في مهرجان العلمين الجديدة، وربما يعني هذه الفعالية مستمرة حتى هذه اللحظة في مشاركة اللاعبين من مختلف الدول العربية. نتحدث عن 10 دول عربية يتواجدون هنا في مدينة العلمين الجديدة. كان هناك بعض النزالات المختلفة للاعبين المشاركين منذ ظهر اليوم، وتستمر هذه النزالات حتى هذه اللحظة بحالة تنافسية كبيرة بين اللاعبين المشاركين للحصول على المراكز الأولى، ووسط حالة تشجيعية كبيرة أيضا من الجماهير التي أتت لتشجيع ومؤازرة يعني هذه الفرق المختلف واللاعبين المختلفين وأسر هؤلاء اللاعبين المتواجدين في مدينة العلمين الجديدة. وربما أيضا يعني كان لنا لقاء مع رئيس الاتحاد العربي للجودو، والذي وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للرياضة وللبطولات التي تقام في مصر، واستضافة مدينة العلمين الجديدة هذه البطولة للعام الثاني على التوالي، وأغلب المشاركين من اللاعبين يشاركون للعام الثاني على التوالي، وتحدثوا عن الأجواء الجميلة الموجودة في مدينة العلمين الجديدة، والتي بالطبع يعني تساعدهم وتزيد من عملية الحماس والمنافسة بين اللاعبين المختلفين. وربما هذا المكان في المنطقة الترفيهية الذي تم تجهيزه على أعلى مستوى ليكون موجود في هذه البطولة، وتتواجد هذه البطولة بمشاركة كل هؤلاء اللاعبين. نتحدث عن 500 لاعب من اللاعبين المختلفين الذين يتواجدون على أرض مدينة العلمين الجديدة. وربما أيضا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توجه كل الدعم والإمكانيات لوجود هذه البطولة وإقامتها للعام الثاني على التوالي في مدينة العلمين الجديدة. وربما سنستطلع معكم يعني الآن هذه الصورة الحية لبعض النزالات وبعض اللاعبين المشاركين. نشاهد الآن لاعبين من مصر يعني يتواجهون في هذا النزال الخاص في مدينة العلمين الجديدة. بطولة قوية بحضور قوي جدا سواء من الجمهور أو حتى أعضاء لجنة التحكيم المشاركين، فهي صورة مشرفة الحقيقة لمصر في استضافة العديد من البطولات الرياضية، وتكون مدينة العلمين الجديدة وجهة سياحية ووجهة رياضية لاستضافة العديد من البطولات والفعاليات المختلفة ضمن النسخة الثانية لمهرجان العلمين الجديدة. ستتواصل هذه البطولة وسيواصل المشاركون في النزالات المختلفة حتى نهاية مهرجان العلمين الجديدة، وبالتأكيد سنتابع معكم كل هذه الفعاليات المختلفة والقوية جدا من مهرجان العلمين الجديدة. عودة إليكم مرة أخرى. شكرا لك محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من مدينة العلمين الجديدة.